بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اليوم راح نبلش إن شاء الله في الـ ECG اللي هي إلكتروكارديوغرام أو إلكتروكارديوغرافي. طبعا الـ ECG هو علم مو طبيعي، علم بحد ذاته. يعني لو قلنا انه بدك تاخد تخصص ميديسن، بعديها بدك تاخد تخصص كارديولوجي، بعديها تاخد لك تخصص ECG، ما توفي حقه. هو علم مو طبيعي يعني. فاحنا ان شاء الله اليوم راح نحاول قدر المستطاع انه نشرح البيسك اوف ذا ECG. طبعا هسه كديفينيشن هي عبارة عن اكسترا سيلولار ريكوردينج اوف فلكتشويشن ان ذا ايروبيك أو إيلوج بريك sum of action potential of myocardium fiber during the cardiac cycle. إذن عندي الديفينيشن ثلاث شغلات. أول شيء extra cellular مش intracellular، تمام؟ extra cellular. ثانية اللي هي عبارة عن diffuse أو differentiation between two points في الأكشن potential. واخر واحدة اللي هي بتقيستي الكاردياك سايكل during the cardiac cycle. يعني في الكاردياك سايكل راح يصير عندي electrical impulse تطلع. فهو ببساطة بنحط يعني طرفين بحيث انه يقيس اتجاه هالالكتريكال هاي من الناقص او من السالب للموجب. هذه ببساطة التامة. طيب هسا قبل ما نبلش رح نحكي قالوا كانوا يجيبوا قبل، يعني انه زي ما قال الدكتور انه في عندنا سنجل كاردياك فايبر، تمام؟ يعني لو حطينا جبنا سنجل كاردياك فايبر وشبكناهم طرف اول سلك طرف الثاني، يعني هاي مثلا فايبر، الطرف الاول حطينا فيها سلك والطرف الثاني حطينا فيها سلك ثاني، تمام؟ هسه هذا كان السالب وهذا كان الموجب. فإحنا لما نعطي إمبلس، إحنا طلعينها برا الجسم، فإحنا لما نعطي إمبلس راح يتحرك الإمبلس من السالب للموجب، من القطب السالب للقطب الموجب. هذا بيعطيني إيش اسمه ديبولاريزيشن. طب لما نيجي نسوي ريلاكسيشن نوقفها الاستيمولس فتطلع للنورمال، فهذا بيسوي الإشي يسموه الريبولاريزيشن. تمام، هذه اول نقطه لازم نفهمها. اذا عندي سلكين السالب والموجب، تحرك الامبلس من السالب للموجب. طيب لما يتحرك من السالب للموجب يعني contraction of muscles، يعني هاي depolarization. repolarization لما يرجع للتين to the normal. طيب لو فرضنا حطيناها هذه وشبكنا عليها السلكين هذولي، depolarization والrepolarization راح يكون opposite direction زي ما شرحنا هذه. طيب هسا لو كانت الفايبر هذه في completely paralyzed ما في action potential وراح تسجل اي شيء، او اذا كانت في completely depolarized ما راح تسجل اي شيء. هذه اول principle لازم نفهمها. يعني هسا في recording، يعني في خلال الاي سي جي لازم نفهم اربع شغلات، تمام؟ هل القطب السالب؟ هل القطب الموجب؟ اجاني impulse او recording الريكورد من السالب للموجب، هيك راح يعطيني حركة ايش؟ ديبولاريزيشن من السالب للموجب يعطيني بوزيتيف زي هيك على الاي سي جي، يعني تطلع يعني على الاي سي جي بيطلع لفوق، تمام؟ هاي هيك من السالب للموجب ديبولاريزيشن. طيب الريبولاريزيشن نيجاتيف لتحت، راح تكون السهم لتحت، يعني راح ينزل تحت اللاين. يعني لو فرضنا هاي اللاين هيك بوزيتيف ديبولاريزيشن، نيجاتيف ريبولاريزيشن. طيب لو كان ديبولاريزيشن، لو كان هاي ماينس هيك ديبولاريزيشن ريبولاريزيشن. طب لو كان ماينس وانا موجب واتجهت الديبولاريزيشن من جهه الموجب للسالب، هيك بيعطيني نيجاتيف لتحت. طيب لو كانت موجب من الموجب للسالب راح تعطيني من الموجب للسالب
الريبولاريزيشن راح تعطيني بوزيتيف لفوق، يعني عكس عكس، يعني زي ما عكس يعني تقريبا عكس عكس هنا. فالنورمالي من النيجاتيف للبوزيتيف ديبولاريزيشن لفوق، ريبولاريزيشن لتحت. طيب من البوزيتيف للنيجاتيف، من البوزيتيف للنيجاتيف ديبولاريزيشن لتحت، ريبولاريزيشن لفوق. وعلى هاي الطريقة لازم نفهمها. طيب إذا عرفنا إنه إيش، عرفنا إنه الإي سي جي هو بسجل لي الإلكتريكال إمبلس أوف ذا هارت. يعني كيف الإلكتريكال إمبلس اللي هو ببلش لي من الإس إي نود للإي في نود للباندل أوف هيز، بعديها الرايت الليفت باندل برانش، رايت باندل برانش، بعديها البركنجي فايبر. انت اعتبر انه هاي هيك الهارت مفصول لهون، الهارت مفصول تمام، والوصله بين الاتريوم، بين الاتريوم وبين الفنتريكل، الفصله بينهم او الوصله بينهم اللي هو عباره عن الاي في نود، او مش الاي في نود، اللي هي الباندل اوف هيز، اللي هي اللي بتعبر من الرايت من الاتريوم الى الفنتريكل. طيب احنا نعتبر هاي زي ما قلنا وحده كامله، يعني الاتريوم كامله، هذه الاتريوم وحده كامله. ف قبل هسه اعطيني امبلس، اس اي نود اعطت الامبلس لكل هاي، اعطتني امبلس، اعطت امبلس، سجلت لي ايش اسمه بي ويف تمام، اعطت امبلس، صار كونتراكشن بعديها، صار ايش كونتراكشن لمين، للاتريوم. طيب وصلت لمين الامبلس هذه، نزلت لمين، للاي في نود تمام، وصلت الامبلس لمين، للاي في نود. الاي في نود بدها توصلها للفنتريكل، يعني هي هون تقريبا خلصنا البي ويف بعد ما صارت كونتراكشن. فهذه المرحله اللي هون تقريبا، هون هذه ايش اللي هي عباره تقريبا، نقدر نقول الاي في نود او الكونكشن بتوين الاتريوم والفنتريكل اللي راح نحكي عنه هسه. وصلت الامبلس لهون راح تعطيني كومبلكس، كومبلكس اذا وصلت الامبلس للفنتريكل كامله راح تعطيني كومبلكس ايش اسمه، كيو ار اس كومبلكس، كيو ار اس كومبلكس. اذا بي ويف للاتريوم، اي في نود تقريبا هاي الاي في نود، كيو ار اس كومبلكس اللي فنتريكل، بعديها اعطتني زي بلاتو، اعطتني زي بلاتو، بعديها الريلاكسيشن اوف دي ويف اللي هو عباره عن ريبولاريزيشن اوف دي ويف تمام. اذا بي ويف اتريوم، الكيو ار اس كومبلكس الفنتريكل، والريبولاريزيشن او ريلاكسيشن اوف ذي الفنتريكل راح تعطيني شيء اسمه تي ويف. طيب هسه لو واحد سالنا وقال شو وين راحت الاتريوم ريبولاريزيشن، اتريوم حته مصل الزغنونه تمام، هاي المصل الزغنونه ريلاكسيشن على السريع بالمقارنه، يعني الريلاكسيشن تبعته او الريبولاريزيشن بنفس وقت بنفس وقت الديبولاريزيشن اوف ذا فينتريكل، فكانها الكبير غطى على الصغير، يعني كان لو بدنا نرسمها تيجي مثلا الريبولاريزيشن هنا في المنطقه هذه. طب هي اصلا الفينتريكل صار كونتراكتد وهو هذاك لسه بيصير ريلاكسيشن او ريبولاريزيشن، فما راح تبين على الاي سي جي، يعني الريبولاريزيشن اوف اتريوم ما راح تبين على الاي سي جي. اتفقنا؟ بي ويف، كيو ار اس كومبلكس، تي ويف، اتفقنا؟ طيب هي هيك مراجعه سريعه، البي ويف هي عباره عن اتريال ديبولاريزيشن زي ما قلنا، ابير جاست بيفور beginning of atrial contraction، اذا قبل ما يصير الكونتراكشن اوف اتريال. الكيو ار اس كومبلكس اللي هي عباره عن فينتريكولار ديبولاريزيشن ويف، ابير جاست بيفور ذا بيجنينج اوف ذا فينتريكل كونتراكشنز تمام، واللي بيقابلها اللي هو فيز اللي بيقابل على الكاردياك اكشن بوتنشال. اذا اللي بيقابل على الكاردياك اكشن بوتنشال اللي هو رسمته تقريبا زي هيك، نقول هيك بلاتو بنزل زي هيك ريلاكسيشن. ف لو نيجي نرسم الاي سي جي مقابلها الاتريوم ما لها دخل، فبتبلش تقريبا بالكيو ار اس كومبلكس تقريبا، يعني هذا الفيز 0، فالفيز 0 بيقابل الكيو ار اس كومبلكس، هاي المقصود فيها. التي ويف عرفنا كيف اللي هو فينتريكولار ريبولاريزيشن ويف،
it coincides with the end of the repolarization phase اللي هو phase 3 على الاكشن بوتنشال. يعني الريبولاريزيشن لما يجي ينزل تحت فالتي ويف بتقابلها او الفيز 3 الريبولاريزيشن بقابلها التي ويف. التي ويف اتفقنا. واخر واحده اللي هي وي اليو ويف. اليو ويف كان ابير اوكيجنالي ات كود بي دو تو سلو ريبولاريزيشن اوف بابيلاري ماسل. يعني اخر وحده بصيرها ريبولاريزيشن اللي هو عباره عن البابيلاري ماسل. البابيلاري ماسل اللي شابك فيها الكارياتندين تمام، اللي هي الفايبر اللي بتشبك مع الفالف. فهو اخر واحده بصير فيها ريبول شو اسمه، اخر واحده بصير فيها ريبولاريزيشن اللي هي بابيلاري ماسل. وهي اصلا ليش بصير اخر واحده هي على حسب البلد سبلاي، على حسب البلد سبلاي لها اخر وحده على حسب البلد سبلاي، انه البلد سبلاي ما يعني مش انه مضغوطه من اي مكان. بس هذه الفكره باليوي اليو ويف. طيب اذا خلصنا كيف نسوي كل الاي سي جي يعتمد لي على البي ويف كيو ار اس كومبلكس تي ويف بعدها الوي ويف. اليو ويف ما لازم ضل اخربط، إيه لا حول ولا قوه الا بالله. طيب طيب هسه هنا هيك جبت لكم صوره هيك من الخارج عشان نفهم بس الكيو ار كومبلكس كيف صارت. هسه عرفنا ان هون الاي في نود، بس قبل ما نحكي عن الاي في نود هاي الشغلات لازم نعرف انه الريكوردر اللي راح نسجله اللي راح اعتمده في الاي سي جي اللي هو عبارة عن الليد 2 تمام. الليد 2 اللي هو بيشبك من الرايت ارم، من الرايت ارم للليفت ليج، يعني هيك قطبي تقريبا جاي على الهارت بشكل قطبي، يعني زي ما هو مرسوم تقريبا في هاي الرسمة، زي ما هو مرسوم بهذا الرسمة تمام. هون النيجاتيف اللي هو على الرايت ارم راح نجي تفصيلها لقدام شوية، والبوزيتيف اللي هو عبارة عن ليفت ليج اللي هو ليفت ايش ليج. طيب هسا اجى الامبلس عرفنا كيف زي ما قلنا هو سم او مجموع الاكشن بوتنشال، الاكشن بوتنشال الموجود في المصل الموجوده في المصل صح. هيك عرفنا الاي سي جي زي ما تعرفنا على اول محاضره. طيب هسا من الاي في نود دخلت على السبتم، وزعت لي البرانشات والالكتريكال امبلس على السبتم. طيب المحصله تبعتها وين؟ اجت المحصله تقريبا هيك. طيب هسا تخيل معي انه مش يعني تقريبا باتجاه من السالب للموجب، هي تقريبا من الموجب للسالب، هاي في مرحله الديبولاريزيشن. فاعطتني زي كيو ويف، اعطتني زي كيو ويف هي زي ما هي مرسومه، هي تقريبا من البوزيتيف للنيجاتيف. فهيك عشان هيك رسمناها، عشان هيك رسمناها تحت، يعني هيك اسفل هيك نيجاتيف رسمناها لتحت هيك، هالي كيو ويف. طيب هسا الار ويف، الار ويف اللي هي لما صار ينتشر اكثر الاكشن بوتنشال من السبتا من الرايت بندل والليفت بندل، وانتشر تقريبا بده يروح لوين؟ باتجاه الليفت فنتريكل وباتجاه الرايت فنتريكل. فاعطتني المحصله يعني تقريبا بهذا الاتجاه، وهي واضحة من السالب للموجب عالية 2 أظهرت لي الـ R بوزيتيف. الـ R إيش؟ بوزيتيف. بعديها راح ينتشر على الرايت فنتريكل تمام كلياتها. المحصلة راح تكون باتجاه هذا، فتقريبا زي ما قلنا بالسبتم فراح تكون نيجاتيف، فنزلت لايش؟ نيجاتيف. بعديها اخر بار بصير فيها ديبولاريزيشن اللي هو عباره عن البوستيريور ليفت فينتيكولار بارت، يعني اخر نقطه بصير فيها ديبولاريزيشن الحته البوستيريور اللي في الليفت فينتريكل. هذه المحصله تبعتها
زي ما شفناها من هون متجهة من البوزيتيف للنيجاتيف، فصارت أعطتني اللي هو عبارة عن الأس ويف، أعطتني الإيش؟ الأس ويف. طيب هسا كيف راح نقرأ إذا نتعلمنا كيف صارت الكيو أرس كومبلكس؟ الكيو للسبتم، الار كاملة اللي نزلتها وطلعتها اللي هي ديستريبيوشن للرايت والليفت فنتريكل، هيك نقدر نوصلها افضل، ديستريبيوشن للرايت والليفت فنتريكل الالكتريك امبلس للرايت والليفت فنتريكل، اعطتني ار كاملة، والاس الاس هذه اللي هي عبارة عن اخر بارت بصير فيها ديبولاريزيشن. اتفقنا؟ وهذه زي ما احنا شايفين الوي ويف او اليو ويف، يا الله يا زلمه صار شو مالي على الوي. اليو ويف صارت فيها اخر وحده ريبولاريزيشن اللي هي عباره عن بابيلاري مسل. طيب هسه بنيجي على الاشي المهم، هاي كلها اشي سوالف، فهمنا كيف الوضع كلياته. هسه كيف بدنا نقرا الاي سي تي؟ طبعا راح اقسم الاي سي جي، بدايه راح نقسم الاي سي جي الى لارج بوكس، لارج بوكس وسمول بوكس. تمام، اللارج بوكس، اللارج بوكس فيها 5 سمول بوكس مع 5 سمول بوكس، يعني فيرتيكال وهوريزونتال، هوريزونتال وفيرتيكال 5 ب 5. اتفقنا؟ طيب راح نقسم كمان الاي سي جي الى يعني الرسمه الموجوده عندنا، راح نقسمها الى واي الى اكس اكس الى اكس اكسس واي اكسس، واي اكسس واكس اكسس. هسه الاكس اكسس اللي هو عباره عن التايم، والواي اللي هو عباره عن الامبليتيود اللي هو الفولتيه. طيب كل لارج سكوير بمشيها الاي سي جي، يعني لو رسمنا الكيو ار اس كومبلكس هاي هيك بيز لاين ماشي زي هيك، واعطاني اعطاني زي هيك، فهيك قديش الفولتية تبعت الكيو ار اس كومبلكس؟ اذا تقريبا هو عبارة عن نص، تمام، واللارج امبليتيود تقريبا نص ملي فولت. اتفقنا؟ اذا كل لارج سكوير، وان لارج سكوير امبليتيود نص ملي فولت. طيب لو جبنا اثنين بصير عندنا 1 ملي فولت ببساطة. طيب هسا التايم كل 1 سكند قديش بيمشي؟ كم اللارج سكوير بيمشي؟ 5، هي عدوا معي 1 2 3 4 5 لارج سكوير، إذا كل 1 سكند بيمشي 5 لارج سكوير. طيب ببساطة قسم لي الواحد سكند، قسم لي الواحد سكند على 5، بيطلع كل لارج سكوير هو عبارة عن 2 بالعشرة من السكند، يعني تقريبا 200، واللي بيعادلها 200 ملي سكند. تمام، إذا كل لارج سكوير، كل لارج سكوير 2 بالعشرة من السكند، يعني 200 ملي سكند. طيب بدنا نيجي ناخذ هالمربع الصغير هذا، قسم الاثنين بالعشرة سكند على 5، تقريبا بيطلع 4 ملي سكند، 4 ملي سكند. وهي الواحد بالعشرة شوي ملي فولت، بس قسمنا النص، النص ملي فولت قسمناها تقسيم 5، فبيطلع كل سمول سكوير، سمول سكوير 1 بالعشرة ملي فولت. طيب يعني ايش فايدة هذا الحكي؟ يعني انه التايم والفولتية مهمة عشان نعرف اي ابنورماليتي في الاي سي جي. اتفقنا؟ يعني مثلا شفنا البي ويف الاصل، مثلا الاصل بي ويف تاخذ لها مثلا 3 مربعات صغار، مثلا 3 مربعات وتنزل، يعني هذه 3 مربعات صغار ديوريشن بواحد مربع او مثلا 2 مربعين وتنزل،
طيب فرضا اخذت مربع كبير وطبشة، طب هاي ايش؟ هذه باثولوجي. سامحوني طبعا انا بعرفش ارسم، بس هيك بنحاول قدر المستطاع انه نظبط الوضع. يعني اذا عرفنا كيف انه مثلا ليش بهمنا مثلا التايمينج. التايمينج بهمنا ان اعرف اي باثولوجي او ديلي في الريكوردينج للاي سي جي. اذا كمان مره هيك على يد على السريع، انه عندي امبليتيود وعندي تايمينج. امبليتيود كل ما يرتفع واحد لارج سكوير بيعطيني نص، تو سكوير لارج سكوير بيعطيني 1 ملي فولت. طيب بالتايمينج هو ماشي على الاكس اكسس، راح يعطيني كل ما يمشي واحد لارج سكوير راح يعطيني 2 بالعشرة من السكند، وكل سمول سكوير راح يعطيني 4% من السكند، يعني تقريبا 40 ملي سكند. تمام هيك؟ طيب طيب اذا عرفنا بي ويف، عرفنا كيو ارز كومبلكس كامله، وهذه هي عباره عن التي ويف. طيب ببساطه في عندي شيء اسمه بي ار انترفال، كيو تي انترفال، والكيو ارز ديوريشن، وعندي الاس تي سيجمنت. طيب اول وحده مهمه البي ار انترفال، اللي هي عباره من البيجنينج اوف بي ويف، من البيجنينج اوف بي ويف لحتى البيجنينج اوف كيو ارز كومبلكس. هذه شيء اسمه اللي هو عباره بي ار انترفال. ليش سميناها انترفال مش سيجمنت؟ لانها فيها بي ويف، يعني طلعت مش على على اللاين نفسه الزيرو لاين، طلعت فوق الزيرو لاين، فهذا بسموه انترفال. تمام، هاي لازم ليش تكون نورمالي 120 ملي سكند ل 200 ملي سكند، يعني تقريبا نقدر نقول 5 مربعات صغار، يعني لارج سكوير، الى تقريبا 3 مربعات، 3 مربعات لخمس مربعات لازم تمشي الديوريشن، لازم تمشي البي ويف. تمام، او البي ار انترفال كامل. من البي ار انترفال تقريبا لارج سكوير 5، لارج سكوير 5 سمول سكوير، الى 3، من 3 الى 5 سمول سكوير. طيب مثلا صارت عندي فيها ديلي، ديلي صار فيها ديلي، يعني تاخرت، صارت بدل ما هو لارج سكوير صارت مثلا 5 مثلا 7 8 سمول سكوير، يعني صارت مربع كبير وطبشه. طيب هيك في ابنورماليتي. طيب عشان تذكروا لما بلشنا في اول محاضرة قلنا هون منطقة ايش؟ الاي في نود، ركزنا عليها، هاي منطقة الاي في نود. فبكون المشكلة عندي هون في الاي في نود اللي هو بسموه هارت بلوك. تمام، بسموه هارت بلوك. طيب طب في عنا عادي فيسيولوجيكال ممكن يصير عند البي ار انترفال شورتن فيها، متى؟ لما يصير عندي انكريز في الهارت ريت. لما يكون عندي انكريز في الهارت ريت راح تكون في عندي شورتنينج اوف ذا بي ار انترفال. نيجي على الثاني الكيو تي انترفال، اللي هي عباره عن الكونتراكشن انترفال اوف ذا فينتريكل، اللي هي الكتريكال سيستول. This interval last from the beginning of the QT wave. إذا من حد ال Q wave، من حد Q wave، تمام، to the end of the T wave، لحد نهاية T wave، هذا بسموه QT interval. QT interval يعني زي بدك هيك تقسم ال ECG إلى قسمين، في عندي QT interval أو ال QT interval، هاي المسافة QT interval، وعندي ال بي ار انترفال. طيب هذه النورمال قديش لازم تكون؟ تقريبا 2 لارج سكوير وطبشه، يعني و5 الى 350 ملي سكند. 2 لارج سكوير تقريبا الى يعني 7 سمول سكوير، الى 2 لارج سكوير يعني 10 سمول سكوير. طيب كيو تي انترفال ممكن يكون فيها شورتنج؟ اكيد، لما يكون عندي
increase في الهارت ريت. طيب صار عندي decrease في الهارت ريت، راح تصير فيها شوية delay بس مش لهالدرجة انها تكون يعني ضمن الرينج تقريبا، بس فيها delay بين، راح يكون فيها اشي واضح delay. طيب نيجي لل QRS. ال QRS complex، ال QRS complex لازم ال duration هذه ال QRS complex كاملة قديش لازم تكون؟ من 60 ملي سكند الى 100 ملي سكند. تمام، من 60 يعني تقريبا نقدر نقول مربع صغير او سمول سكوير، يعني ممكن 2 سكوير، 2 سمول سكوير. تمام، هذه تقريبا. طيب صار فيها عندي لونجر، يعني صار فيها بدل ما هي صار في عندي وايد كيو ارس كومبلكس، وايد كيو ارس كومبلكس، صار في عندي وايد كيو ارس كومبلكس، هيك انت بتشك انه في عندي اب نورماليتي في الفنتركل. تمام، في عندي اب نورماليتي في الفنتركل. It is indicate longer time to need for depolarization wave to finish the progression in the myocardium. كيف هذه يعني مش فاهمينها؟ طيب هذه هسا عرفنا depolarization او electrical impulse ببلش لي، يعني هي نعتبر هذا اخذنا جزء من الهارت اللي هو فنتركل. تمام، هيك اللي هو عبارة عن البريكارديوم، هون البريكارديوم وهون الاندوكارديوم، يعني احنا هنا سايش في تجويف الهارت. طيب الكتريك امبلز جاي البريكنجي فايبر من السبتم ودخلت في البريك، دخلت وين؟ دخلت توزع لي الامبلز على الوول. طيب الالكتريك امبلز راح تمشي من الاندوكارديوم توارد ذي بيريكارديوم، توارد ذي بيريكارديوم. طيب فرضا صار في عندي هايبرتروفي، يعني كبرت هالمسافة، يعني صارت هايبرتروفي، المسافة او الزمن اللي راح يحتاجها الالكتريك امبلس يقطع هالمسافة راح تكون اطول اكيد من النورمال، فعشان هيك بيصير عندنا وايدنينج اوف ذي كيو ار اس كومبلكس. اتفقنا؟ طيب بضل عندنا اخر واحدة اللي هي الاس تي سيجمنت. الاس تي سيجمنت اللي هي هاي تقريبا، اس تي سيجمنت اللي هي عبارة عن الكيو تي انترفال، اللي هي عبارة عن الكيو، اللي هي عبارة كيو تي انترفال ماينس الكيو ار اس انترفال. الكيو ار اس انترفال اتس افريج تقريبا لازم تكون تقريبا 320 ملي سكند، يعني تقريبا نقدر نقول 5 7 سمول سكوير. This segment should be in isoelectrical line. إذا لازم، هاي مهمة جدا، إنه الـ ST segment لازم تكون على الزيرو لاين، يعني نفس ما بلشنا هنا لازم يكون على نفس الخط، لازم يكون على نفس الخط على الزيرو لاين. طيب أي abnormality في هذا، أي abnormality في الليد هذا، يعني الليد الابنورماليتي في الهارت في المنطقه اللي مار اللي ماشي فيها الليد، راح يكون في عندي اب اور داون ديفيشن اوف ذيس سيجمنت وذيس تو بي انديكيت ذا كرنت اوف انجري. كرنت اوف انجري يعني في عندي خربطه في الكهرباء، فصارت عندي يعني بدل ما هي على الزيرو لاين طلعت ابوف زيرو لاين، طلعت ابوف زيرو لاين او بيلو ذا زيرو لاين. اتفقنا؟ هذه بسموه الـ current of injury. طيب هس أنا جابولي ECG. تمام؟ أنا هس جابولي ECG. كيف بدي أقرأ هذه الـ ECG؟ هذه الـ ECG الطبيعية. كيف بدي أقرأ هذه الـ ECG؟ أول إشي لازم تفهمه، عندي rate، الـ heart rate، لازم اوجد فيها الريذم، ولازم اشوف الاستراكشر تبعت الاي سي جي، واخر اشي لازم اطلع على يعني كالكو بس لازم اطلع على الهارت اكسس. طيب نيجي على اول وحده اللي هي عباره عن الهارت ريت. نيجي على اول وحده اللي هي عباره عن ايش؟ عن الهارت ريت. كيف بدي احسب الهارت ريت؟
على طريق بوجود الاي سي جي. طلع كنا نحسبها. هسه عندي اتفقنا انه يعني راح نوجد الار ار انترفل. هذا ايش اسمه؟ ار ار انترفل. راح احدد الار ار انترفل واشوف كم لارج سكوير فيه. مثلا 1 2 3 4 5 6 تمام. بعديها بجيب 300 تقسيم تمام 300 تقسيم ايش؟ 6 لارج سكوير. اذا بحدد الار ار انترفال وبقسم 300 تقسيم ايش؟ 6. 300 تقسيم ايش؟ 6. قديش الهارت ريت هيك؟ الهارت ريت هيك بيعطيني 50 بيت بير مينت. تمام؟ احدد كمان مره ار ار انترفال، اشوف كم اللارج سكوير في الار ار انترفال، واقسم 300 تقسيم هل الرقم اللي بيطلع معي، هيك بيعطيني قديش الهارت ريت. او يعني في طريقه ثانيه بشوف مثلا الحد، اقول لكم هي نفس الطريقه يعني، مش انه اشي غريب. اذا بنشوف الار ار انترفال وبنشوف كم اللارج سكوير، بنقسمها تقسيم يعني عدد اللارج سكوير بيعطيني قديش الهارت ريت. هذا كيف. طيب كيف اصلا وجدنا اصلا ال 300؟ كيف وجدنا 300؟ ايوه احنا طلعت كان صار عندي شغله وطلعت. طيب نرجع، اذا عرفنا كيف نحسب الهارت ريت اول شيء. ار ار انترفال بنشوف كيف كم من لارج سكوير ونقسم 300 تقسيم يعني زي معادل، بس 300 تقسيم العدد اللي بيطلع معك بيطلع عندي الهارت ريت. طب الريذم يجي على الريذم. الريذم لازم تعرف شغلتين، اما ريجولر زي ما هو هون موجود زي ما هو هون ريجولر، او الثاني اللي هو عباره عن ايريجولر زي ما هو هنا. تمام. هسه الايريجولر اذا عندنا ريجولر ريجولر، هاي ريذم، ريذم رح يكون ريجولر او اير ريجولر. طيب هسه الاير ريجولر راح اقسمها الى ريجولر وايش واير ريجولر، يعني بصير عندي الريذم اير ريجولر ريجولر اير ريجولر اير ريجولر. اذا ريذم ريجولر او اير ريجولر، اير ريجولر بكون عندي نوعين ريجولر او اير ريجولر. مثلا ناخذ مثال هذا، هذا ايش؟ هذا اكيد مش ايريجولر. ليش؟ كيف نعرف انه ريجولر؟ بنشوف المسافة كم لارج سكوير، 1 2 3 4 5 6. طيب من ار ار انترفال واحدة ثانية 1 2 3 4 5، وهو تقريبا نص يعني، هاي 6 هاي ريجولر، 1 2 3 4 5 هاي 6 تقريبا، هيك ايش؟ ريجولر. هيك صار عندي ايش؟ ريجولر. مثلا يجي هنا نعد 1 2 3 4 وطبشة، هنا في طبشة 1 2 3، عندنا 4 وطبشة، عندنا هنا 3 وطبشة، أكيد مش ريجولر، فهيك الريجولر. طب كيف بدي أعرف إنه حددنا إيش؟ ريجولر ولا إيريجولر؟ يعني هذا هي الرسم ريجولر، هاي الرسم إيش؟ إيريجولر. طيب إذا كيف راح أحدد الإيريجولر؟ إنه ريجولر ولا إيريجولر؟ طبعا بدك تخليك تقارن بين هذا الرسمة وبين هاي الرسمة، شو الفرق بينهم؟ الفرق بينهم إنه عندي هون إيريجولر طلع بيت ريجولر، هنا مثلا ب
بس مربعين، هون صار ثلاث مربعات وطبشة، هون صار عندي مربعين وطبشة، يعني ايش مخربط، كلياته مخربط، ما في ايش نظام بيمشي عليه. نيجي مثلا هنا، هنا في عنا طبشة تقريبا، واحد اثنين ثلاثة، عندي هنا طبشة واحد اثنين ثلاثة. طيب هيك ايش تقريبا ماشيين احنا ريجولر. هسا اجت نطت واحدة، واحد اثنين يعني ثلاثة أربعة خمسة ستة، صارت الريجولر، مشت واحد اثنين ثلاثة، رجعت كأنه النظام الجديد من هنا، اجت النظام الأول، مشت مشت مشت، بعديها صارت بوز يعني كبيرة، بعديها رجعت للنورمال، رجعت للنورمال، بعديها رجعت لإيش؟ ردت الريجولر. فهذه ايش بسموه؟ الريجولر الريجولر ريجولر، تمام؟ الريجولر ريجولر، هنا الريجولر الريجولر. اذا عرفنا الهارت ريت كيف نحسبه، الريذم عرفنا كيف نشوفه، والاستركشر تبعتنا في عندي ايش اسمه، تتطلع على البي ويف تشوفها فيها ديلي ولا ما فيها ديلي، تطلع على كيو البي ار انترفال، كيو ار كومبلكس، الكيو تي انترفال، هل في ديلي ولا ما في ديلي، في شورتنينج ما في شورتنينج، كل وحده بدك تشوف فيها، يعني تطلع اب نورمال تحكي عنها انها هي اب نورمال. طبعا كل وحده، كل شغله، كل ديزيز بيظهر على الاي سي جي، بيظهر على ايش؟ على الاي سي جي انه في ديفكت في منطقه معينه. واخر وحده اللي هي بار الهارت اكسس، راح ناجلها شويه لما نتقدم شوي في المحاضره. طيب اذا عرفنا كيف الاستراكشر تبعت الاي سي جي اللي هو بار كيو ارز كومبلكس، وعرفنا كيف نقرا ورقه الاي سي جي، قسمناها وعرفنا كيف اول ما نطلع الاي سي جي، الهارت ريت، ريذم، الاستراكشرز، والهارت اكسس. نيجي على قصه وعجقه الليدات، تمام؟ الليد عرفنا، مش اتفقنا انه كيف الالكتريكال امبلس راح يمشي من السالب للموجب، صح؟ بمنطقتين مختلفة، يعني مثلا هون الهارت، هون السالب والموجب، هذه الليد، سلكين ليد، هم عبارة عن سلكين، واحد منهم سالب واحد منهم موجب، لنحسب فرق الجهد بين النقطتين. هذا هو الالكتريكال كونكشن بتوين، زي كونكشن بس بتوين ذا الكترويد placed on the certain point of the patient body and electrographic for recording electrocardiogram. كيف يعني electrical connections ببوينت معينة؟ يعني مثلا بحط في الرايت ارم والليفت ليج، هاي نقطتين مختلفات تحتسب لي فرق الجهد ليش؟ للالكتريكال امبلس الطالع منين؟ من الهارت. اتفقنا؟ طيب هسا بقسموا من الليدات الى قسمين، في شيء اسمه باي بولر ليمب ليد، في شيء اسمه بسموه يوني بولر. اذا باي بولر ويوني بولر، نيجي على اول واحد اللي هو عباره عن الباي بولر. الباي بولر عندي ثلاثه ليدات، ليد الاول والثاني والثالث، وايتش ريكورد ذا ديفرنس ان ذا بوتنشال بتوين تو ليمب. يعني عندي بحط الريكوردر على رايت ارم ليفت ليج، على رايت ارم ليفت ليج ليفت ارم، هيك بحط الليدات، فرق الجهد بين الرايت ارم للليفت ليج، فرق الجهد بين ليفت ليج للليفت ارم، ومن الرايت ارم للليفت ارم، تمام؟ اذا differences in the potential between two limb. This means that the electrocardiogram represent a record of potential differences between two location on different side of the heart. يعني الليد واحد بتطلع بجهة معينة للهارت، يعني هون خلينا نحط الهارت بالنص. الليد الأول مثلا، خلينا نوضحها أكثر بالرسمة هاي. خلينا نعتبر انه الهارت تقريبا هون، هيك الهارت زغنون صغير. طيب
عندي رايت ار وليفت ليج. الديفرنس بتوين هاي الاكشن هيك نيجاتيف بوزيتيف، وهنا ايش عندي؟ اذا هون عندي هون ايش؟ مره نيجاتيف ومره بوزيتيف. كيف صارت؟ البوزيتيف لما اجي اسبك يعني اقرا القراءه بين الليد الاول، اذا اقرا قراءه الليد الاول اللي هو جاي هنا، راح يكون من نيجاتيف للبوزيتيف. طيب لما اجي اقرا الليد 3 اللي هو جاي هيك واصل بين الليفت ارم للليفت ليج، راح تكون نيجاتيف لبوزيتيف. والليد 2 اللي هو عبارة عن من نيجاتيف لبوزيتيف، من الرايت ارم للليفت ليج، تمام. هون الهار قاعد في النص، فانا الليد الاول بتطلع عليه من الجهة هاي، بقرا الباثولوجي او بقرا الهارت نورمال هارت من الجهة هاي. طيب الليد 3 من الجهة هاي، الليد 2 من الجهة هاي. طيب بضل عندنا مناطق في النص مثلا، يعني تخيل ان 3 دايمنشنال دايمنشنال يعني، وبدك تطلع عليه بضل عندنا في مناطق ما بتقدر تطلع عليهم بهاي الليدات. فلذلك ايش اخترعوا؟ another lead. فلذلك اخترعوا ايش؟ another lead اللي هم عبارة عن الشيست ايش lead وال الشيست lead وال AVL وال AVF AVL AVF وال AVR اللي هم عبارة عن اليوني بولر lead، تمام. طيب اذا عرفنا انه هون lead 1 lead 3 lead 2 سيكون لي مثلث. هذا المثلث ايش اسمه؟ انثوفيان تريانجلز. انثوفيان تريانجلز هو عبارة عن تريانجلز سراوندينج ذي هارت. البيس تبعه وين؟ فوق على جهة الفيس. يس دايركت ابر و ابورتس اند ذي الهيد تبعه او الابكس تبعه وين؟ في الداون. يعني لو وصلنا هيك بيطلع، هذه البيس تبعه وهذا الابكس تبعه. هسه هيك بقول لك انه the upper two apex of the triangle present the electric connection of the two arms. يعني هون ال upper two apex بيعطيني lead one زي ما قلناهم، و the lower apex is the point at which the left leg connection زي ما اتفقنا اللي هو left leg اللي هي عبارة عن البوزيتيف. وجدوا انه في عند هناك انثوفيان لو اللي هو عبارة عن ليد 1 الفولتية تبعت الليد 1 والليد 3 بيساوي الفولتية تبعت ايش؟ الليد 2، تمام. الفولتية تبعت الليد 1 بيساوي الليد زائد الليد الفولتية تبعت الليد 3 بيعطيني الفولتية في الليد 2. طيب هذا التراينجل اللي حكينا عنه. طيب هس لو جينا زي هيك ما بكفي هيك نقرا كل الاستركشر تبعت الهارت. ليش؟ لانه عندي الانتيريو بارت مش عارف عنه اشي، لانه ما مر في الليد الواحد. تقريبا هاي المنطقه العمودي عليه اللي هي تقريبا هاي المنطقه ما مر فيها اشي، فلازم اقرا الهارت في كل الدايمنشن تبعه. فلذلك اخترعوا اللي هو بار يونيليرال يونيبولر يونيبولر ليد. ليش سموه يونيبولر؟ لانه انا شبكته يعني البوزيتيف تبعه شبكته باللين، لكن نيجاتيف اللي هو ديفرنسز بتوين تو بوينتس من الترينجل اللي حكينا عنه. يعني مثلا نجيب الفي ار، نجيب ايش؟ الفي ار. نيجي مثلا نجيب خلينا على الفي اف احسن. الفي اف هو عبارة عن عمودي على ليد 2، تمام. فهنا حطيناه مثلا باللمب تبعتنا بالليك، اعطاني هنا بوزيتيف، والديفرنسز بتوينها اللي هو عبارة عن النيجاتيف. يعني شو الديفرنسز؟ الديفرنس بتوين
التو بوينت الموجوده وين؟ على ليد 1. يونيبولر ليد ريكورد ذا بوتنشال ديفرنسز بين ذا اكسبلورينج بوزيتيف الكترود اند ان ديفرنت النيجاتيف الكترود. They are 9 lead. هم عباره يونيبولر هم عباره عن 9 lead. 6 منهم يونيبولر شيست ليد بنحطه على الانتيريور شيست وول تمام اللي بسموهم اصلا بيريكارديال ليد وهم عباره عن 6 من في 1 لفي 6 عندي 3 يونيبولر ليمب ليد بسموها الاوجمنتد ليمب ليد اللي هم عباره في ار او سموها اي في ار اي في ال اي في اف Some special unipolar lead are also used in the medical practice, not the VR, VL, or VF, اللي هو دول اللي حكينا عنهم. إذا عندي bipolar عندي ثلاثة 1, 2, 3. اليونيبولر عندي 9 منهم الأوجمنتد أو يونيبولر limb اللي هو عبارة AVR و AVL و AVF وعندي الشيست اللي هو عبارة عن 6 من في ولا في 6. طيب هسه هيدي الليد 1 اللي هو تبع الترينجل اللي بدنا نحدد الترينجل هيدي ايش ليد 1 هادي ايش ليد 1 تمام وهي تقريبا ليد 2 وهي ايش تقريبا ليد 3 تقريبا ايش هاي الثري فتقريبا ايش هاي ليد 1 ليد 2 ليد 3 طيب ليد 1 العمود عليه ايش هو اي في اف عمود عليه ايش اي في اف اذا الاي في اف عمود على الايش ليد 1 طيب الليد 2 عمود عليه ايش اي في ال تمام طيب والليد 3 والليد ايش 3 اللي هو عباره عمودي على اي في ار اتفقنا اذا بدك تربط الاي في ال مع الليد 2 الليد 1 بدك مع الاي في اف والاي في ار اللي هو عباره مع مين مع ال AVR مع مين؟ ال AVL عمودي على ال lead 2 ال AVF عمودي على ال lead 1 وال AV وال AVR عمودي على ايش؟ على ال lead 3 تمام؟ طيب بيظل عندنا اللي هو unipolar chest lead لازم تحرف والمواقع بنحطهم كبراكتس يعني نيجي هاي اللي هذا الاول واحد هذا ثاني واحد ثالث واحد رابع واحد خامس واحد سادس الاول وين نحطه فورث انتركوستال سبيس على الرايت سايد التو بنحطه على الليفت فورث انتركوستال سبيس الفورث بنحطه على الفيفث انتركوستال سبيس ميد كلافيكولار لاين ميد كلافيكولار لاين طيب ليش 33 لانهم بنحطهم بين 2 و 4 و 5 وين بنحطها انتيريو اكزيلري لاين على الفيفث انتركوستال سبيس وميد اكزيلري لاين بنحط ال 6 ليد عشان نطلع على الهارت من كل الجهات فهنا بتطلع لقدام هنا بتطلع لقدام يعني تقريبا نقدر هون على الرايت فنتريكل وهم نقدر نحكي تقريبا على السبتم هنا بنبلش على اللف فنتريكل على الايبكس مثلا وهكذا هنا مثلا على اللاترال صار خمسة وستة صاروا على اللاترال صار على اللاترال اذا سايد طيب بس هون في انه لازم تحفظهم هذولي انه بقول لك ريكوردينج للانتيريو سيرفيس اوف ذا هارت شو بنسوي ريكورد للانتيريو سيرفيس
اللي هو ليد 1 اللي جاي هيك، و والانتيريور شست وول ليد من حد 1 لحد 6. اذا ليد 1 و في 1 ل في 6 هذا هو عبارة عن الانتيريور سيرفيس of the heart. طيب نيجي للريكوردينج للانفيريور سيرفيس اوف ذا هارت. شو بيسوي ريكوردينج؟ اللي هو عباره ليد تو، عفوا ليد تو اي في اف وليد 3. تمام، ليد تو ليد 3 ليد 2 ليد 3 والـ AVF. هذول ايش؟ بريكوردينج. يعني انا لما اجي بدي يقول لي عن باثولوجي في الانتيريو سيرفيس، فانا بطلع على ايش؟ على الليد 1 في 1 ل في 6. طيب ممكن يكون عندي نورمال في اذر ليد، كل الاذر ليد كلهم نورمال، بس عندي باثولوجي في الانتيريو سيرفيس، يعني عندي باثولوجي في هذول الليدات اللي مر فيهم، يعني المنطقه اللي مر فيها الليد وصار فيها ديفكت راح تبين على الليد هذا. اتفقنا؟ بضل عندي اللاترال سيرفيس اللي هو عبارة عن الليد من حد ليد 1، ونحكي عن الـ AVL. تمام؟ ونحكي عن الـ V5 و V6. إذا anterior سيرفيس اللي هو عبارة عن ليد 1 V1 ل V6 و ليد 1 ليد 3 وليد 2 الاي في اف، هذول هم عباره عن الانفيريو سيرفيس. يعني مثلا عشان اقرب لك اكثر، صار عندي انفيريور ام اي، انفيريور ام اي ما راح تبين على اذر كل الليدات، راح تبين بس على هذول الليدات اللي هم ليد 2 3 واي في اف. وعندي اللاترال سيرفيس اللي هم عباره عن الفايف والسكس تشست يورو بولر ليد والاي في ال والليد 1، هذول يكون اللاترال سيرفس. طيب هذا بيبين لي ال V1 V2 V3 V6 V5 V4. هذا زي ما قلنا هم عبارة عن ال augmented lead، ال IVR، ال AVL، ال AVF عمودها على lead 2 وال AVR عمودي على ال lead 2 lead 1 AVF، AVR عمودي على ال lead 2 وال AVL او الاي في ال عمودي على الليد 2 والاي في ار عمودي على الليد 3. طيب زي ما قلنا انه نستخدم لي دايجنوز اوف كارديك اريثميا، اي كارديك اريثميا، او دايجنوز اوف، زي ما قلنا دايجنوز اوف دي دامج ان ذا فينتريكولار اور اتريال مسلز، فينتريكولار اتريال مسلز اور ذا بيكنتيفال، يعني اما في المسلز، اما في المسلز الديفكت في المسلز راح يصير ريكوردنج لها، او في نفس الكوندكتيف سيستم راح اسوي ريكوردنج لها. بس المشكله انه بس في الليد اللي بمر في هذه المنطقه راح يسجل الديفكت، لكن الاذر ليد اللي بمر في النورمال هارت ستراكشر عادي ما راح يتاثر. سم ليد كان ريكورد دي ابنورماليتيز ان كوندكشنز وايل اذرز مي نوت افكتد، زي ما قلنا يعني بس اللي بمر فيه كان في ديفكت بيعطي القراءة، ما كان في دفك ما راح يعطي القراءة بالخطأ أو الأبنورمال. زي ما قلنا هاي طلع كيف الديفرنسز، هاي الـ AVR على ليد 1، الـ AVR عمودي على ليد 3، الـ AVL عمودي على ليد 2، هاي الديفرنسز بين، يعني هاي النيجاتيف منطقة النيجاتيف وهذا البوزيتيف، والـ AVF اللي هو عمودي على ليد 1، ليد 3، ليد 2، ليد 1. نيجي على اهم شغله او اخر شغله اللي هو كاردياك اكسس او فيكتور اور اكسس. طيب بدنا نحكي عن الكاردياك اكسس. اول شيء بدي اياك تفهم شغله معين، زي ما قلنا هو الكيو ارس كومبلكس. هسه السميش او مجموع محصلة القوة لكل فنتريكل وين راح تروح؟ راح تروح downward to the left، downward to the left posteriorly. تمام؟
downward posteriorly to the left. إذا اتجاهها كيف؟ downward. إذا هذه الأكسس تبعنا، هذا هو محصلة القوة اللي هو الأكسس تبعنا. طيب تخيل معي إنه إذا الأكسس هذا مر في ليتو من نيجاتيف لبوزيتيف، إيش راح يعطيني؟ راح يعطيني بوزيتيف صح؟ من نيجاتيف لبوزيتيف راح تعطيني فوق الزيرو لاين اللي هو عبارة عن البوزيتيف في الديبولاريزيشن طبعا. طيب لو بدي أخليه يمر في الـ AVF، أو عفوا مش الـ AVF، بدي أخليه يمر ايوه، اذا لو دخل لي هذا الاكسس يمر في الليد 2 تمام راح يعطيني بوزيتيف. طيب لو دخل لي يمر كمان في الاي بي اف اللي هو عباره عن العمودي على الليد 1، عمودي على الليد 1 عمودي عليه، لو دخل لي يمر راح تعطيني كمان ايش؟ بوزيتيف، راح يعطيني ايش؟ بوزيتيف. وهذا هو عبارة عن النورمال اكسس ديفيشن. إذا النورمال يكون يعني لو مثلا بدنا نحكي بدنا نرسم زي هاي الرسمة، بدنا نرسم زي هاي، هاي ليد 1 وهي ايش؟ اي في اف. ما تطلعش على الليد الثانية، لأن إذا بتطلع على الليدات الثانية راح تنعجك وما راح تعرف شيء. فأحسن شيء تطلع على ليد 1، تطلع على ليد اف حتى ايش نحدد اللي هو اكسس الهارت اكسس ديفيشن. لا الهارت اكسس هون عرفنا الرايت ارم، هون الليفت ارم، وهون عباره عن الليفت ليج تمام. النورمالي انه يكون الريكوردينج تقريبا الاكس تبعنا هيك، تمام. فنيجاتيف لبوزيتيف راح يعطيني طلعه فوق، والاي في اف من نيجاتيف لبوزيتيف يعني تقريبا هيك، نيجاتيف من نيجاتيف لبوزيتيف برضه يعطيني هيك. فانت راح تشوف الكيو ارس كومبلكس، الكيو ارس كومبلكس على الليد 1 وعلى الاي في اف بوزيتيف، فهيك بنحكي عنه نورمال اكسس ديفيشن. طيب فرضا صار عندي باثولوجي والليفت والاكس والاكسس تبع الهارت طلع لفوق، هذا بسموه ليفت اكسس ديفيشن. طب نزل لتحت للجهه هذه لف هيك، هذا بسموه الرايت اكسس ديفيشن. اذا طلع للجهه هذه هذا اسمه ليفت اكسس ديفيشن. طيب هذا راح لجهه الرايت، هذا اسمه رايت اكسس ديفيشن تمام. طيب عشان نعرفهم هيك وبشكل ملخص، يعني النورمال اكسس قديش، او النورمال قديش؟ تقريبا من سالب 20 لموجب 100 تمام، من سالب 20 لموجب 100 هذا النورمال رينج للاكسس تبعنا. طيب اقل من سالب 30 لفوق يعني طلعنا، هذا اسمه ليفت اكسس ديفيشن. طيب لتحت هذا اسمه رايت اكسس ديفيشن. طبعا انا ما بهمني هيك اعرف هالزاويه وما الزاويه، انا المهم عندي في البراكتكس اجت لي ورقه اي سي جي تمام، بدي اشوف الاكسس تبع الهارت، بتطلع عليد زي ما قلنا ليد 1 طلع على A V F. طيب ليد 1 يكون بوزيتيف ال Q R S complex، بوزيتيف A V F هذا اسمه نورمال. نورمال طيب صار عندي بوزيتيف، بوزيتيف ليد 1، بوزيتيف ليد 1 بس صار عندي نيجاتيف كيو ارس كومبلكس، نيجاتيف كيو ارس كومبلكس.
زي كأنهم هيك بيعطيني ايش؟ الليفت اكسس ديفيجن. اذا نيجاتيف اي في اف بوزيتيف ليد 1 هيك بيعطيني ليفت اكسس ديفيجن. طيب نيجي على الرايت اكسس ديفيجن، زي كأنهم هيك عشان تحفظهم انه الليفت اكسس دائما متخاصمين مع بعض، يعني اهل الشمال متخاصمين فهو الليفت اكسس متخاصمين مع بعض. طيب نيجي عن الرايت اكسس اللي هو عباره لما يكون عندي ايش؟ لما يكون عندي الليد 1 نيجاتيف، ليد 1 نيجاتيف تمام، ولي والاي في اف كان ايش؟ بوزيتيف. رايت اكسس بوزيتيف اي في اف، كانهم بيسلموا على بعض، كانهم الطرفين بيسلموا على بعض، فهيك رايت اكسس ديفيجن. طيب شو راح يسوي لي الليفت اكسس اذا لفناها؟ انه بوزيتيف بوزيتيف نورمال، بوزيتيف نيجاتيف ليفت اكسس، ونيجاتيف بوزيتيف رايت اكسس. طيب اذا depolarizations with or current flow، او قبل ما نقرا هاي لازم نعرف شو بسوي الليفت اكسس وشو بسوي الرايت اكسس. طبعا ممكن يكون عندي الليفت اكسس نورمال، ممكن. كيف؟ لما الواحد يكون عندي obese patient، obese patients الديافراغم بتغطي الهارت لفوق، فكل الاكسس يعني هيك لو قلنا الهارت هيك والاكسس تبعه هيك، فهو كله obese patients ضغط الديافراغم مع الهارت، فطلع لي الهارت لفوق. بما انه طلع لي الهارت لفوق كل الاكسس راح يلف، مع كل الهارت راح يلف مع لفة الهارت راح يلف الاكسس معه. هذه النورمال ليفت اكسس. متى بيكون ابنورمال؟ لما يكون ليفت فينتيكولار هايبرتروفي او ليفت باندل برانش ابلوك، ليفت باندل برانش ابلوك. ومتى بكون عندي رايت اكسس ديفيشن؟ اما يكون عندي رايت فينتيكولار هايبرتروفي، او حتى في الانفنت ممكن يكون عندي رايت نورمال رايت اكسس ديفيشن، بس الباثولوجيكال بكون عندي رايت فينتيكولار هايبرتروفي كبير كثير، فالاكسس كله راح يختلف. والرايت باندل برانش ابلوك، في الرايت باندل برانش ابلوك يعني راح يجي يعني الديبولاريزيشن، يعني اخر ديبولاريزيشن وين راح يصير؟ في الرايت اكسس، يعني على جهه الرايت. ليش؟ لانه صار عندي بلوك في الرايت بلانش. عشان نفهم اكثر عرفنا كيف هي الرايت بندل وهي الليفت بندل صح؟ طيب صار عندي ليفت بندل برانش بلوك، الرايت راح يتغذى، الرايت فينتيكل راح يتغذى عن الرايت عن طريق الرايت بندل برانش، وراح يتسوي كونتراكشن، وممكن يسوي كمان ريلاكسيشن يعني ديبولاريزيشن وريبولاريزيشن. وهو لسه هنا مش مبلش في الديبولاريزيشن ممكن، او مثلا مبلش ويعني في ديلي في الديبولاريزيشن، فكل الاكسس راح يختلف باتجاه مين؟ الليفت اكسس، وبالعكس في الرايت بندل برانش ابلوك. طيب اذا depolarization wave or current flow from the depolarized toward the still polarized area. Depolarization start from the endocardial surface toward the epicardium. أكيد زي ما اتفقنا ال endocardium لل epicardium surface، whereas the depolarization بالعكس من ال opposite من ال epicardium إلى ال endocardium. طيب هون في شغلة مهمة جدا بقول لك إنه that's why the direction of the T wave is always up، كلهم up إلا إيش؟ لأنهم باتجاه بعكس اتجاه من الموجب للسالب تمام؟ من الموجب للسالب المفروض تكون إيش؟ نيجاتيف. يعني مثلا بدنا ناخذ الليد 2 عشان نفهمها أكثر. الليد 2 هيك ماشي من السالب للموجب، والاكس تبع الهارت ماشي هيك برضه، فهيك اعطاني بوزيتيف لما صار ديبولاريزيشن. طب ريبولاريزيشن
صار عكس هيك، فصار أعطاني نيجاتيف. إذا زي ما قلنا إنه هذه اللي تو مثلا هيك من نيجاتيف لبوزيتيف ديبولاريزيشن، تمام. طيب لو اتجهنا بالعكس، لو اتجهنا ايش؟ لو اتجهنا بالعكس اللي هو ريبولاريزيشن، بما انه يعني افهم هاي النقطة، انه عندي كان الاكسس هيك بالعكس وهو اصلا ريبولاريزيشن، فهو بما انه اتجه بالعكس، بما انه ريبولاريزيشن نيجاتيف، صح؟ اتفقنا على هاي. طيب بما انه اتجه بالعكس فصار بوزيتيف. عارف فهمتوها ولا لا؟ يا رب تكون فاهمينها، يا رب تكونوا فاهمينها، تمام. من نيجاتيف لبوزيتيف ديبولاريزيشن. طيب لو عكسنا فهيك صار يعني هيك بوزيتيف ديبولاريزيشن، نيجاتيف نيجاتيف ريبولاريزيشن، بس عكسها من موجب لسالب فصارت عندي ديبولاريزيشن، ايه زي كنا فوق لبوزيتيف. اتفقنا؟ هذه هي ليش صارت دايركشن اوف تي ويف is always up، دائما بوزيتيف، الا في الاي في ار لانه الاكسس تبعها ما راح تكون من موجب للسالب، ما راح تكون من موجب للسالب، راح تكون من السالب للموجب، فلذلك راح تصير عندي راح تكون في الاي في ار ايش؟ الاي في ار راح تكون لتحت. The vector is the generate يعني مجموعة من generate potential is represented by an arrow. The mean vector is about تقريبا 29 درجة زي ما قلنا، اللي هي بالنص بين lead الدرجة اللي بين ال AVF وبين lead one. Died from the base of the heart toward the apex. The apex of the heart remained positive with respect to the base of the heart. تمام. The vector can be drawn by using the Gaussian reference system اللي هو عبارة عن زي ما قلنا الزوايا هاي اللي رسمناها، والحكينا عن الزوايا اللي هي 59 نورمال، و النورمال رينج تبعتنا اللي هو عبارة عن سالب 20 ل 100، والليفت اكسس فوق الثلاثين سالب 30 والتاء فوق 110. إذا هذا موجب، يعني وعرفنا كيف كل سبب الليفت أكسس والرايت أكسس. طيب هنا شرحناها كلية كيف بصير الرايت أكسس والليفت أكسس، بس أهم إيش اللي براكتس تبعتنا، يعني مثلا هنا هاي الليد وان هذه، يعني مثلا خلينا هنا ندردشنا شوي كيف اجتني صورة زي هذه، كيف بدي اشتغل عليها. راح اول شيء احسب الريت، الريت مثلا 1 2 3 4 تقريبا 4 منقسم 300 تقسيم 4 قديش بيطلع عندي تقريبا 60 الهارت ريت، تمام. هاي اول شيء حددنا الانترفال، طبعا المفروض اني قبل ما احدد الهارت ريت لازم احسب هل انه ريجولر ولا ريجولر. هون ريجولر اكيد ريجولر، ليش؟ لانه راح نشوف هون 1 2 3 4، هون 1 2 3 4 فهو عبارة عن ريجولر. طيب زي ما قلنا الريذم خلصنا والريت خلصنا، نيجي على الاستراكشر. الاستراكشر تبعتنا في عندي بي ويف نورمال، نورمال لازم احسب الديوريشن، اشوفها كم المربع تبعتها، لحدد البي ار انترفال واشوف كم مربع، اشوف الكيو نورمال ولا لا، اشوف الار نورمال الشكل نورمال، اشوف الاس تي لازم تكون على البيز لاين، تقريبا على البيز لاين تبعتي، تقريبا على البيز لاين، كلها على البيز لاين، يعني هنا ممكن يكون ايرور بس هنا تقريبا على البيز لاين، حتى والله هون في ارتفاع، يعني انا جبت هاي الصورة من النت، يعني بعرفش يعني اذا فيها شيء، بس هنا في ارتفاع، يعني هون السيجمنت مرتفعة شوي عن الزيرو لاين، فممكن تكون هي عبارة عن ام اي ايرلي ام اي. طيب خلصنا الهارت ريت، خلصنا الريذم، خلصنا الاستركشر تبعتنا، بعديها الليفت الاكسس تبع الهارت، هاي ليد 1
هاي الـ ADF تبعنا. تمام، هنا بوستيف الكوارتز كومبلكس بوستيف ليد تو فهو نورمال اكسس ديفيجن. هنا قصد عن الاس تي سيجمنت، طلع كيف الاس تي سيجمنت اليفيتد ابوف ذا زيرو لاين، فهنا انك تشك في ام اي. تمام، لو كانت داون بتكون هو عباره عن اسكيميا. هذه خلصنا الاكسس تبع لها. واخر وحده ايش اسمه كرنت اوف انجري، وحكينا عنه كثير انه اي ابنورماليتي سكار فايبروس تيشو فورميشن اراوند افتر او ديورينج ذا باثولوجيكال بروبلمز في وين في داخل الهارت تبعتنا، المنطقه اللي مر فيها الليد راح يسوي ديفكت في هذا الليد. كرنت اوف انجري از ذات وين بارت اوف ذا هارت ريمين بارشلي اور توتالي ديبولارايز، يعني ما راح يستجيب للاكشن بوتنشال، فراح يضل يعطيني نورمال اب نورمال في الريدنج تبعتنا اول ذا تايم بيكوز اب داون ديسبيسمنت اوف ذا اس تي سيجمنت. انا بطلع على الاس تي سيجمنت فبسوي هل انه اب او داون، اب فوق يعني ام اي، داون يعني ديسبيسمنت يعني اسكيميا يعني الاس تي سيجمنت، اذا اب فهو عباره عن ام اي، داون فهو عباره عن ايش؟ عن اسكيميا. كانت كان بي دو تو فيزيكال تروما، يعني ممكن وانا بدخل بالكثر كثرايزيشن على الهارت اسوي انجري واسوي فايبرس تيشو واسوي بير من ديبولاريزيشن على هذه المنطقه، فتعطيني اب نورمال ريدنج على الليد المر في هذه المنطقه. ممكن افكشوس بروسيس اندو كاردايتس، ممكن بيريكاردايتس، وهي الشغلات ممكن تعطي اب نورمال. واسكيما اوف ذا لوكال اريا اوف ذا ماسلز اللي هي بارا كورونري اوكلوجنز راح تعطيني داون، اذا صار في انفاركشن راح تعطيني داون في الاس تي تقريبا هيك راح تصير. وبوزيتيف اذا كانت اب، اذا يعني انا بحكي على ام اي يعني دي تيشو راح تعطيني اذا بوزيتيف فوق زيرو لاين. هذه الكرنت، هذه في الليد 2، هذه الاي في اف اللي مر عمودي على الليد 1، يعني هون الليد 1 ايش؟ طبيعي ما في اي شيء، الليد اي في اف لانه مر في طبيعي في شيء طبيعي، هون الاي في اف مر اللي في اريا بيرمننت ديبلرايز بيرمننت ديبلرايزيشن فاعطتني زي ام اي. هذه هي عباره عن الاسكيما اللي بحكي عنها اللي هي عباره اس تي ديبريشن، اذا اما يكون اليفيشن اس تي او اس تي ديبريشنز. هون بقول لك عن الانتيريو وول ام اي، زي ما قلنا لازم تفهم انه انتري وول ام اي يعني لازم يكون عند الابنورماليتي في الليد 1 في الفي 1 لفيس للفي 6 كلياتهم لازم يكون عندي ابنورمال. ليش؟ لانه هذا انتري وول. لاحظ مثلا هنا ليد 2 نورمال، لاحظ ليد 3 نورمال، لاحظ اي في اف طبعا اول شيء من العمليه ما راح يصير فيه شيء بيس لاين، يعني ما في تشينجز، بعد اورز راح تبلش تشينجز تطلع الليد 1 لانه انتيريور، لو كنا مثلا انفيريور راح تطلع على ليد 2 ليد 3 اي في اف، لو كل لاترال ليد ليد 1 اند ذا شو اسمه ليد 1، وراح تكون اذا كان لاترال راح تكون في 5 في 6. تمام، طلع ليد 1 كيف تشينجز كل باقي طبيعي، هنا صار changes. طيب هنا normal hours صار في عندي ST elevation، يعني هون sign of MI. طبعا هون بطل يعتمد على الاي سي جي لانها تتاخر في التشخيص، هون صار يعتمدوا اكثر على اللي هو عباره عن التروبينين. تمام، التروبينين تبع الهارت بيطلبوه وبشوفوا لانه early، لانه صار destruction of the cell early release للانزيم هذا، ف ديتكشن له وايرلي انك تمسكه بالبلد اكثر من الاي سي جي. وهذا بعد دي ببلش تقريبا يصير نورمال، واخر شيء الهيلد اللي هو بيرمننت بصير عندي وايد كيو ويف. بس عشان هيك انا هيك كنت ادرسها ما اعرفش، يعني انه دائما اول بوزيتيف هو عبارة عن R wave، أنا كنت أدرس أحفظها يعني، وأول نيجاتيف هو عبارة عن
كيو ويف عشان تميز هنا هل انه مثلا هاي ار ويف ولا اس ويف ولا ار ويف. فاول واحد اللي تمر عليك هي عبارة عن ايش؟ عن كيو ويف. طيب اول واحدة نيجاتيف كيو ويف، اول واحدة بوزيتيف، اول واحدة بوزيتيف هي عبارة عن ار ويف، من هون كيو ويف نيجاتيف تقريبا هاي هذه ار ويف. طيب ثاني واحدة نيجاتيف هي عبارة يعني نيجاتيف قبليها في بوزيتيف فهي عبارة عن اس ويف، هذه بعديها ايش؟ هي عبارة عن اس ويف، يعني لازم يكون قبليها البوزيتيف فهو عبارة عن اس ويف، بس اول نيجاتيف كيو ويف، اول بوزيتيف هو عبارة عن ار ويف. وهيك بنكون خلصنا الاي سي جي، بس ما بعرفش اذا في بال ان شاء الله انه ما بعرفش الدكتور يعطيكم اللاب، فاذا اعطاكم اللاب ممكن اكمل على الباثولوجي تبعت ايش؟ تبعت الاي سي جي اذا اعطاكم كثير يعني، لان انا بتذكر بالامتحان جاب لنا الله العليم انه جاب لنا انه احسب الهارت ريت واكتب انه هل انه ريجولر ولا ريجولر، وبتذكر انه جاب لنا باللاب طبعا جاب لنا كثير اسئله وجاب لنا مثلا اب نورمال بالبي ويف واب نورمال في الكيو ار اس كومبلكس وبصر ايش، اذا اشرح لكم اياهم في اللاب فان شاء الله ممكن اكمل لكم المحاضره. وشكرا لكم، وان شاء الله انكم انا صراحه اول مره بسجل، وان شاء الله انكم تكونوا استفدتوا، ونسال الله انه الله يوفقكم وييسر امركم جميعا ويفتح عليك يا رب، وتكون ان شاء الله هيك عند حسن الظن ابياتكم وامهاتكم، وان شاء الله يا رب يعني تستفيدوا من هالكليه العظيمه. طبعا الكليه هاي الله يا رب يهديهم الدكاتره، يعني ضغط علينا وربنا يا رب ييسر الامور ان شاء الله ويفتحها عليكم، وسامحنا سامحونا على الاطاله، واذا فهمتوا فهذا ربنا هيك يعني من عند ربنا، واذا قصرت سامحوني وجزاكم الله كل خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.